الله اعلم هل بدنيا اسماعيل بطل ولا طلب. كل دي امور لعيب عنده 34 سنه وبذل مجهود كبير في الشوط الاول. المردود بتاع اسماعيل بطل من وجهه نظر المدرب كان لابد يغيره، او لابد مردوده الشحي في الـ في الـ في شكل الاداء. يمشي على طول الكره الثانيه تشوتشاك تشوتشاك. شوف العجبري فين، العجبري فين، اللمسه الجميله بيعملوها حلو قوي نادي الوحده. مقطوعه الكره الثانيه من امام تشوتشاك. يمشي الكره الثانيه على طول في نص الملعب. ممتاز الغفري يا عم، مباراه كبيره. تجالي، اين انت تجالي؟ يمشي الكره الثانيه الغفري يا ولد العيب. الغفري يا عم، مباراه العمق. بوزير، بوزير يلعب عجبري، يا سلام. اوه لو عدت خطيره، لكن يقطع الدفاع وتمشي العجبري الثاني. لفه الوسط العجبري تشانج ريم، ريم ملك العرضيات ريم، لكن عبيد الثاني هايل يا ولد، هايل عبيد الثاني. عن مباراة العمر الحارس يلعب على طول تاني فريق نادي حتى. ماتش جميل، ماتش جميل مفتوح على كل احتمالات. 15 دقيقة متعة للمتابعين العاشقين. حمد الشمسي، ليبرو ليبرو ليبرو، هو ده الليبرو، حارس المرمى الليبرو. يلعب على طول الكرة تاني، حارس مرمى بلقب الليبرو بمسمى الليبرو. ادي حارس المرمى عبيد الثاني الجول كيبر. جمهور العنابي زعلان منه طبعا، بيحاول يضيع وقت. وادي عبد الباسط محمد والجهاز الفني بالنسبه لنادي الوحده، ولاعيب ذكي وحارس مرمى ذكي. لما اشوف خروجه للكوره هنا، شوف التوقيت بتاع التايمنج بتاع الخروج، وشال الكوره الخطيره من امام تيجالي ومن امام مراد بتنا. هدف فيه كلام كتير، الهدف اللي تم تسجيله لنادي الوحده الحقيقه بتاع مراد بتنا، لكن المساعد رفع الرايه. 75 76 يلعب. وادي مراد بتنا حوار مع المساعد. كرة طبت ما عملتش فاول، كرة طبت ما كنتش اوف سايد، كرة طبت ما عملتش هاند بول. في ايده وفي دفعة شوية من لاعب رقم 17، لكن الكرة هدف جميل جميل جميل. هل الكرة فيها لمسة يد أم لا؟ هل فيها دفع على مراد بتنا أم لا؟ هل فيها لمسة يد أم لا؟ لم طبت، ما تواجدش فيها لمسة يد، ما تواجدش فيها لمسة يد، لم تتواجد فيها الاوف سايد، ولم يتواجد فيها الفاول، بل تواجد في الصورة الحمادة، تواجد في الصورة المساعد الحمادي برفع الراية، برفع الراية. مخرج جاب الحمادي 30 40 مرة، الله أعلم بقى. طبعا هيكون محور كلام كبير في الجزء التحكيم أكيد. هدف 1-1 نادي الوحدة. مساعد الحمادي يبقى حظه حلو جدا لو الوحدة تقدم بهدف تاني وفاز، ولو نادي حتى سجل، لو المباراة طلعت 1-1. كل هذا الكلام الأخطاء على فكرة، لو في خطأ طبعا، لو في يقين إن في خطأ. هنا الكرة ملعوبة، وده على طول عيب الثاني. هل الأخطاء بتكون مؤثرة بشكل إيجابي في المباراة؟ هي دي مشكلة، هي دي قيمة الخطأ. وده حارس المرمى عيب الثاني هو اللاعب سيبستيان تيجالي. 13 دقيقة أخيرة، والوحدة قادم من خسارة، والآن متعادل أمام حتى في عقد دار، أمام حتى في عقر دار استاد النيان. تمشي كرة تاني على طول تاني لصالح العنابي. يلعب الكرة التاني المنهالي، محمد المنهالي. المرة دي على طول تاني التحضير عن طريق مدافع القلب خالد إبراهيم. خالد إبراهيم تشوتشاك. يلعب تشوتشاك عن طريق المنهالي، ثقة بنفسه ممتازة الولد الباكرايت. إضافة كبيرة جدا لفريق نادي الوحدة. يمشي على طول الكرة التاني، اللمسة. الوحدة فقد المنسق بعد إسماعيل مطر. خالد بوزير، بوزير، لكن الحارس عبيد ثاني، الحارس عبيد ثاني. هذه الإسماعيل مطر، يا سلام على المخرج. أنا من وجهة نظري كده الحقيقة، كل واحد يقول رأيه بقى، ولابد كل وجهة نظر تحترم يعني. الخروج الشحي وإسماعيل مطر دفعة واحدة، والفكر من جانب المدرب الحقيقة إنه يدفع بتبديلين دفعة واحدة. 18 أو 78 دقيقة لعب، وانذار للاعب خالد ابراهيم مدافع القلب، لاعب الثالث او المركز الثالث بعد الكمالي وبعد السالم سلطان. يدفع بخالد ابراهيم الان على اساس ان في دنجرس بلاي، ركله حره خطيره بالنسبه للروزا. لاعب روزا عنده انذار، وخالد ابراهيم عنده انذار الان. فعلا رفعت رجل فيها نوع من الخطوره، وادي الخطا موجود على خالد ابراهيم. ركله حره مباشره، الوقت بيعدي والامطار بتعدي والدقائق بتعدي. من حلاوة الكورة النهاردة، حلاوة المباراة، الحضور الجماهيري الجميل النهاردة، حضور جماهيري جميل جميل ومشرف الحقيقة للدوري الإماراتي. إنما عاوزين أيضا العدد يزيد، دوري فيه أسماء، فيه نجوم. وأدي محمد شمسي، ركلة حرة مباشرة على طول خطيرة جدا، كرة من مكان بعيد شوية. جابريال حارس مرمى ممتاز، جابريال بيسدد على طول من كرة واحدة. جابريال والشمسي،
التسديده لكن تخبط في الحيطه وفي لمسه يد خطيره جدا. في لمسه يد خطيره وانذار لمردد. انذار لمردد. بدات المباراه تتعقرب وتتعثر على فريق نادي الوحده. 10 دقائق اخيره و35 دقيقه مع انطلاقه زمن واحداث الشوط الثاني من هذه المباراه. لقادم الجوله رقم 5 من عمر دوري الخليج العربي. وهنا في لمسه يد نتيجه التسديده بتاعت اللاعب جابرييل فرناندو. الفرناندو ركله حره مباشره. المدرب ريتشي كامب المدير الفني للمباراه الحقيقه اتت بما لم يتمناه ولم يتوقعه. فريق تطور في الافطايم الثاني، فريق نادي حتى يحسب للفريق الحداوي اداء ممتاز في الافطايم الثاني. 35 دقيقه للنادي حتى احسن كثير من الشوط الاول. خطا وركله حره مباشره على طول. جابرييل كره خطيره. جابرييل والشمسي كلاكت تاني مره. تسديده لكن عاليه بعيده ورا الكت. تسديده عاليه ورا الكت مرمى. عاد على طول التصويبه. ركله حره مباشره. يلعب على طول الكره الثانيه اماميه لصالح اللاعب احمد راشد. مره اخرى ثانيه خطيره الخلف. الشمسي يا ولد نافع كتير قوي نادي الوحده في خروجه ده الحقيقه. هو في بعض التهور شويه، بعض الخروج سريع شويه زياده شويه، انما عامل حاله جميله محمد الشمسي. هل مخيط ديوب لعيبه زي كده ممكن تعاقب الشمسي؟ مباراه الكبيره لابد يخلي باله بقى من اللعيبه الكبار اللي ممكن يعملوا الفليسينج طبعا والتصعيد من نص الملعب ويعمل مشاكل على حارس زي الشمسي بيخرج كتير من المرمى، يبقى حاسبها الحاجات دي طبعا اكيد. يرجع الكره تاني على طول عن طريق تشوتشاك. تشوتشاك يلعب تشوتشاك ممتازه باليسار. كروس باص العرضيه الوحده خطيره لكن عميل ثاني ممتاز. الثاني التصويب عميل ثاني يا ولد، نجم من نجوم نادي حتى على اعلى مستوى. عميل ثاني عميل ثاني. شوف الجمهور، شوف الجمهور يتعاطف يتفاعل وعارف انه هيقع ثاني وزعلانين طبعا زعلانين يتالم. عميل ثاني ولو وقع هو قلب الجمهور بس رده فعل الجمهور خلت عميل ثاني قام. يلعب على طول ثاني فريق نادي الوحده. يمشي تاني خايف الانذار طبعا من عمر العلي. يلعب على طول غفري يمشي على طريق من هالي. العرضيه خطيره جدا خطيره يا ولد يا ولد مرتبتنا لكن الكوره الى ركله مرمى. بطل ده بطل ده فريد شوقي بتاع نادي حتى واحد من نجوم اللقاء الحقيقه جول كيب. واحد من نجوم اللقاء اكتر من كده ايه مش ممكن. شوف الجول، شوف خرج هنا حارس المرمى ويطلع وينقذ ايضا يعمل انقاذ ثاني. خمسه سته انقاذ يعملهم النهارده عبيد ثاني ليبقى واحد من نجوم المباراه. واحد من نجوم مباراة حارس المرمى الحقيقة شال ثلاث أربع كرات في الشوط الأول. وهذا المشاهد العاشق والمحب طبعا لنادي الوحدة. المنهالي وعتاب مع ماهر جاسم وحارس المرمى واقع ومصاب لأنه شال الليلة الحقيقة بذل الكثير النهاردة في اللقاء عبيد ثاني. نادي الوحدة أصبح ليه حالة ليه شكل ليه أداء. فرق كثيرة جدا تأمل وتتمنى تتألق أمام الفريق اللي أصبح رقم ممتاز. وهنا طبعا حسبها ديبولو طالما قال له إيده كده وعمل له يبقى حسبها على لبسة يد على لأن الحقيقة إحنا احترنا هل هي أوف سايد مش أوف سايد. في واحد مغطي الفدان وهل هي فيها دفعة ما فيهاش دفعة وواضح إن لما عمل له إيده كده عمل له أوكي. وأدي المدرب طبعا ريتشي كام في حيرة من أمره قبل خلاص سبع دقائق على نهايه المباراه. شوف الجمهور الجميل بتاع نادي الوحده اللي حضر النهارده. وادي حارس المرمى الحارس البديل ابراهيم عيسى ابو خليل. ابراهيم عيسى حارس البديل كان قام وعمل عمليه الاحماء لكن عبيد ثاني صعب يفرط في السبع دقائق الاخيره لان واحد من نجوم اللقاء ونقطه هتكون غاليه جدا بالنسبه للنادي الحتاوي بالنسبه للنادي حتى. اللقاء الاول لقاء ديما الفجيره ظفر 1-1 وهذا اللقاء ايضا 1-1. تستقبل اللقاءات غدا ان شاء الله وبعد غد مباريات كبيره مباريات قويه. دوري الحياه يستاهل المشاهده المتابعه. دوري خليج عربي بدون اوفسايد. مش اوفسايد مش اوفسايد. مساعد الاول رائع جميل خطير الحتى خطير الحتى. ثلاث نقاط الضربه القاضيه محاوله تحضير للتصويب لكن تروح الكره ثاني في اقدام روزا وتمشي عن طريق المدافع الايمن من هالي. عاوز يسلم الكره ترجع الكره ثاني على طول خالد ابراهيم.
الوحدة أداؤه البدني قل شوية، سرعته ديناميكيته انتشار لعبته خروج الشحي واسماعيل بطر، هل عليه علامة استفهام القرار دفعة واحدة؟ هل ممكن كان يؤجل لربع ساعة آخر للتين لعيبة أم ممكن يختار واحد المدرب ريجي كام؟ أم القرار أثر كتير في تنسيق اللعب في نص الملعب وتم خطف نص الملعب من فريق نادي الوحدة اللي كان مسيطر عليه بشكل كبير خصوصا في أول 39 دقيقة لعبة من عمر المباراة، إنما طريقة المدرب ريجي كامب في اختياره هي اللي كانت ليها دور كبير في تبديل بوازير واللاعب العكبري بدلاء للشحية وبدلاء أيضا بالنسبة للاعب إسماعيل مطر. هل فقد خروج إسماعيل مطر نادي الوحدة كثير في عملية ضبط الإيقاع في نص الملعب أم لا؟ هل ممكن إسماعيل مطر كلاعب ديليفري كويس بيوصل لعيبة فقدوا حتى ربع ساعة كان ممكن يكمل أم لا؟ يمشي على طول تاني مراد بدنا اللي دايما بيحاول يكمل وليس من خلال التسديد موجود، يمشي على طول الكرة التانية خطيرة بالنسبة لصالح الفريق العنابي. 40 دقيقة أصدقائي المشاهدين نقترب اليوم، تشوت شاك ممتازة في اليسار، تمريرة تمييزة حلوة، خالد بوزير كان ممكن يلعب العرضية، يلعب الكرة تشوت شاك خطير، تشوت شاك يلعب الكرة تصيدة جميلة كان جاي من تعب على المستوى الدولي يلعب العرضيه الجميله لتجالي، بص شوف الوحده بيعمل ايه، تجالي رجل يعني رجل الاوقات الصعبه، هدف راسي جميل جميل جميل، الله على دماغك يا ولد يا كبير، الله على راسك يا تجالي عظيم، يا ولد يا ولد يا ولد، بص الراس بص الراس بص لافت الراس قصدها اقصى اليسار على عبيد الثاني، لو تقدرش تجيبها دي يا عبيد، تقدرش تجيبها دي يا عبيد، ما تقدرش تجيبها، بص فرحة الكبير اسماعيل مطر، بص فرحة الكبير اسماعيل مطر، كمان انت كبير يا حبة الكريز يا سمعة جميل، الله الله على النادي الوحدة وجماله، الله على الوحدة وجماله، عرضية التشوتشاك، لكن التيك اوف ما كانش موجود عند ادريان، ونادي الوحدة يقترب من خطف المباراة، إن لم يكن لنادي حتى رأي آخر. الخمس دقائق الأخيرة المثيرة من عمر المباراة، تحلى المباراة في الأمطار الأخيرة، يحلى اللقاء، يمشي نادي الوحدة، الوحدة اللي عنده شكله عنده أداء عنده مضمون عنده منسق للعب اسمه إسماعيل مطر ونجم اسمه الشحي خرجوا الاثنين، والتصويبة من تشوتشاك، لكن الكورة لكت مرمى، قوة ضربة كبيرة، قوة ضربة كبيرة للفريق العنابي، هي كده حلاوة الدوري، هو ده الكلام، هو ده الكلام، ونادي حتى الآن يطلب من لعيبته الاستفاقة. الكابيتانو محمود حسن وادي نزار محروس، والله انت نسقت اللعب في الاوف تايم الثاني احسن نزار، ظبطت الايقاع في الاوف تايم الثاني يا رجل، وبدا فريق نادي حتى راي اخر وشكل ثاني، وصعب الماموريه على فريق نادي الوحده، الفريق اللي لابد نعترف ان عنده قدرات وعنده امكانيات وعنده لقالق وعنده اضواء وعنده هجوم وعنده مراد بدنا، يمشي الكره الثاني خلاص، لكن في الاخير الكره رمي التماس، رمي التماس، الحمادي يلغي هدف بالنسبة لمراد بدنا، مش عارفين القرار كان ايه، لما كان واضح ان في تعليمات هاند بول او اشارة على لمس اليد، بينما الهدف الثاني ياتي بالنسبة لنادي الوحدة، وهناك فرحة كبيرة جدا بالنسبة لهذا الجمهور، لابد نشكره دايما في كل لقاءاته بالنسبة لنادي الوحدة، أصبح لفريق نادي الوحدة شكل كبير جدا من خلال النمبر 1 والحضور الجماهيري، هذه بنهالي المنهالي المنهالي، وفي بعض الزعل من جانب اللاعب ماهر جاسم، وانذار لماهر جاسم، مباراة مشدودة جدا في الأمطار الأخيرة، هذه ماهر جاسم والمنهالي، بكرايت مزعج جدا ما شاء الله عليه رشيق أنيق، أدي على طول وادي المنهالي أدي على طول المنهالي نزل وعمل لها حركة كده عشان يأثر على حكم لقاء يحصل انذار ماهر جاسم، يحصل على انذار اللاعب والنجم ماهر جاسم الان في هذه المباراه، المباراه كانت فيها تحولات وتغيرات، انما الجمهور هو النمبر 1 في هذا المساء، حضور جماهيري جدا جميل الحقيقه في استاد النهيان، دوري الخليج العربي بقى لنا سنتين ثلاثه بيقول لك الحضور الجميل الحضور الجماهيري، اتفرج على اللعيبه الكبار دول كلهم يمتعوا الجماهير ونستمتع بدوري ممتاز خطيره جدا في شوف سايد في التماس، لكن الكره ملعوبه ركله ركنيه، سلطان الغفري بيقول لك بلاش النسيان والتوهان، تبديل هيتم الان تبديل هجومي، لاعب رقم 9 اللاعب عيسى عبيد، وحشتنا عيسى عبيد، عيسى عبيد هيشارك الان مواجهه
يزن عيسى عبيد بديل قادم الان يدفع بين زهر محروس يلعب الكل في الكل يخرج ماهر قاسم ماهر قاسم هيخرج ويشارك الان عيسى عبيد لعيب عنده خبرات لو عملها الان عيسى عبيد وتعادل عيسى عبيد اللي بيشارك الان وركله ركنيه ولصالح فريق نادي حتى عرضيه خطيره يرد الثاني تشوتشاك تشوتشاك خطيره محاوله ثانيه في انطلاقه بالنسبه لخالد بوزير لعيبه ولد لعيبه ولد خالد بوزير خالد بوزير لكن قطعوها منه يقطع الكره نادي حتى مفيش اوف سايد واجد خدم الخارجي لكن يقطع الدفاع يمشي عن طريق تشوتشاك يرجع الكره الثانيه عن طريق الشمسي الشمسي يلعب حارس المرمى الشمسي كره هناك اقصى اليمين سمة او صفه ممتازه جدا لما يكون حارس مرمى يعرف يلعب كره برجله يا جماعه والشمس عامل اضافه كبيره لنادي الوحده ما شاء الله الولد ده 20 سنه لما ثقه بالنفس ممتازه لعيب بتسند عليه دايما شوف دايما فوق اهوت ودايما بره دايما فوق ودايما بره يلعب على طول الكره الثانيه اماميه اشتغل معاه مدرب كبير جدا اسمه عمار معاز الحقيقه في مراحل سنيه مع مجموعه في حراسه المرمى وعمل شغل كويس قوي في مراحل السنيه لنادي الوحده يمشي كره ثانيه على طول محطوطه يلعب الكره الثانيه لصالح المنهالي بطوله اوف سايد تجالي راسي تجالي هو الثالث الثالث لكن حارس وتجالي اوف سايد دي اوف سايد دي اوف سايد ممتاز يا حماد دي اوف سايد واضح تماما على سيبستان تيجالي وادي الحماد مش هيجيبك تاني المخرج خلاص مش هيجيبك تاني ادي سيبستان تيجالي لحظه الاولى اهو بعد كده تعبت الكوره وادي محاوله تحضير بينما في الاخير جاي من موقع تسلل بعد ما اتلعبت الكوره فعلا سيبستان متسلل سبع دقائق وقت بدل ضايع شوط ثالث كامل يمشي على طول في اليسار انطلاقه لمراد باتنا باتنا سرعاته باتنا 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 ترقصاته عرضياته اضافه ده يا سلام عليك يا مراد يا بدنا يا كبير يا كبير يا كبير يا ولد ممتازه ممتازه شوف الطريقه شوف التمريسه شوف التمريره شوف نادي الوحده الكبير يعني يبقى كبير الكبير قد يمرض لفتره في عمر المباراه لكن يبقى كبير يرجع نادي الوحده من بعيد مع الكبار الكبير يرجع مع الكبير بص شوف مراد بدنا شوف السبعه دي سبعه بتاعت زمان اهي يا ولد ترقيصه حلوه ثم العرضيه ثم القرار من العكبري ممتاز واضح الرؤيه الجميله واضح ان نادي الوحده عنده البديل وعنده البنش وعنده مجموعه ممتازه وعنده حاله جماليه جماعيه جميله وعنده في المقام الاول حضور جماهيري رائع جدا يشكر في هذا اللقاء هو اللي بيعمل حدوته جميله افرح يا حبيبي افرح افرح يا حبيبي افرح بفريق محترم فريق جميل عنده حكايات عنده روايات وعنده تواجد برغم الخساره من فريق نادي الوصل لكن الوحده نال كل الاحترام الكبير والصغير يمشي على طول الكره تاني من الجانب الايمن بالنسبه للنادي حتى اللاعب حوالي 40 دقيقه في الهافتايم الثاني هم افضل اوقاته في عمر المباراه افضل اوقاته في عمر المباراه يمشي على طول تاني الفريق الحتاوي والله كمان انت كبير يا بدنا ممتاز على طول تاني بوزير العكبري يلعب الكرة تاني عن طريق الحارس الشمسي ان شاء الله الولد ده يا رب نتمنى كده تشوفه في الدوريات الاوروبيه حارس مرمى ما شاء الله عليه كبير حارس مرمى ان شاء الله يكون نموذج ويكون سفير جميل لدولة الامارات العربية المتحدة لانه يملك خبرات ويملك قدرات ويملك امكانيات والولد الجميل في الكورة بيبان بدري بيبان بدري وممكن يبان قبل العشرين سنة كمان ممكن يبان قبل العشرين سنة كمان تمشي كرة تانية على طول طويلة امامية وفي الاخير الكورة لم يتماس حراس على فكرة بيلعبوا برجلين كويس وبيلعبوا دور مدافع في القلب يزود مدافع السنتر باك واحد ثالث بيبقى ليهم دور كبير واسعارهم الان في اوروبا الان مختلفة عن الحارس العادي مختلفة عن الحارس العادي إنما الشمسي جول كيبر بقفاز حارس مرمى وبقدم مدافع وبقدم مدافع تمشي كرة تاني على طول عن طريق مراد باتنا فاول انذار الله يا باتنا الله اشتغل لك 10 دقايق يقلب الدنيا يشتغل 10 دقايق يقلب الدنيا يسابق المترو يشتغل 10 دقايق يقلب الدنيا ويسابق المترو ما شاء الله عليك يا باتنا يشتغل بس 10 دقايق يقلب الدنيا بالنسبة للعنابي ويغير اتجاهه ومسار المباراة مراد باتنا لما شوف تشوتشاك وشوف تيجالي وشوف ان نادي الوحدة عنده حلول جميلة نادي الوحدة عنده حلول جميلة مباراة الوحدة امام الشباب الاهلي دبي ومباراة الوحدة امام فريق نادي العين ماتشين يعني ولا في الاحلام الوحدة عنده مباريات صعبة جدا
لكن الوحدة أصبح رقم صعب هذا الموسم ورقم ممتع، ليس صعب فقط وإنما فريق ممتع، فريق ممتع نادي الوحدة هذا الموسم. 94 دقيقة لعب، لذلك مباراته أمام نادي شباب الأهلي دبي ومباراته أمام فريق نادي العين أكيد حتستاهل المشاهدة والمتابعة والاستمتاع. عرضية خطيرة ملعوبة لكن الكرة أكيد بره. 94 دقيقة لعب، 94 دقيقة لعب. أي مباراة ديت يا ريتشيكا؟ شوف 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 الأجواء الجميلة، شوف الأجواء الجميلة، حلاوة المباراة في الجمهور يا جماعة. مباراة كرة قدم بلا جمهور ملاش طعم ولا رائحة ولا عنوان ولا لون ولا أي حاجة. على طول تاني شانجرين، الوحدة بعد ما يكون متقدم يمتعك كرة، الوحدة لما يكون متقدم يخليك تستمتع كرة، تمشي كرة تاني على طول في اليسار، ممتاز عن طريق خالد بوزير اللي نزل مكان الفنان والفيلسوف اللاعب إسماعيل مطر وحبة الكريز الإماراتية الجميلة. خلاص آخر دقيقتين على المباراة، آخر دقيقتين سبحان الله سيناريو لا يتوقعه أكثر المتفائلين من نادي الوحدة، خصوصا في الثلث ساعة الأخير من عمر الشوط الثاني، لأن الريتم والتيمبو بتاع نادي الوحدة تراجع كثيرا، لكن تأتي طبعا المهارات الخاصة بتاع اللاعب تشوت جاك والحس التهديفية الجميلة بتاعت اللاعب تيجالي. الحقيقة نادي الوحدة عنده قدرات لأفراد كبيرة، عنده قدرات لأفراد كبيرة. الوحدة لقاء القادم زي ما قلت لحضراتكم أمام شباب الأهلي دبي 27 أكتوبر مباراة في الأحلام، ثم بعد ذلك 4 نوفمبر نادي الوحدة هنا. أكيد الملعب ده هيكون مليان على آخره لأنه هيستقبل الزعيم نادي العين، ولكل فريق مقامه ومقاله، لكل فريق مقامه ومقاله. الزعيم يأتي ضيف، ضيف جميل وضيف عزيز دايما على فريق نادي الوحدة في كل المباريات دائما وأبدا، في قمة المباريات وأم المباريات. الوحدة بهذا الثوب الجديد ونادي العين بهذا الثوب الجديد في قمة 4 نوفمبر الشهر القادم، الشهر القادم الوحدة يستقبل نادي العين، بينما مباراة قادمة حيذهب إلى الإمارة الجميلة مدينة دبي لمقابلة شباب الأهلي دبي. 96 دقيقة لعب، لا زال التقدم نادي الوحدة 3-1. الأسبوع الخامس من عمر دوري الخليج العربي، مباراة سبقة هذه المباراة هدف مقابل هدف، بينما في لقاء نادي الوحدة الفريق اللي عنده شخصية وعنده أسلوب لعب وعنده ستايل لعب، حتى لو بداية التبديلات بالنسبة لريشي كام اتكلمنا عليها وعرجنا عليها، حتى لو الهدف اللي تم إلغائه بالنسبة للاعب مراد باتنا اتكلمنا عليه وعرجنا عليه، إنما تبقى المباراة في الهاف تايم الثاني فيها كواليس وحواديت جميلة، فيها كواليس وحواديت جميلة. خلاص نادي الوحدة أكثر من 3 نقاط الحقيقة، وده أمر مقنع جدا ممتع جدا بإبداعه في الهاف تايم الأول والهاف تايم الثاني. يمشي على طول تاني عن طريق مراد باتنا، مراد باتنا قوة قوة رشاقة مهارة كل حاجة موجودة. العرضية تاني خطيرة، حارس المرمى عبيد الثاني زي خرج كتير وأنقذ كتير الحقيقة برغم الثلاث أهداف اللي دخلوا مرماه، إنما تبقى مباراة الحلوة الجميلة للحارس عبيد الثاني. يمشي على طول العكبري، العكبري والتصويبة، ايه تجالي ده، ايه تجالي ده، ابو الراس جميله، تجالي تجالي ابو الروس، تجالي ابو الروس وابو الاقدام وابو المهارات وابو الاهداف وابو الفن الجميل. 97 دقيقه لعب، عمر العلي حكم اللقاء، ربع ساعه تغيرت فيها كل شيء، تغير كل شيء في كره القدم عن طريق سيباستيان تجالي وعن طريق تشوت جاك وعن طريق فريق جميل جدا ممتع اسمه نادي الوحده. الوحده اللي الان خلى كل الدنيا اصبح الان متعطش انه يستمتع ويتفرج على فريق كرة قدم جميل مع هذا المدرب ريشي كام. مبروك لفريق نادي الوحدة، حتى إن كان هناك علامة استفهام مع بداية الانطلاقة مع بداية التحضير بالنسبة لريشي كام، إنما فريق نادي الوحدة وصل إلى مبتغاه إلى 3 نقاط. أجمل ما في هذا اللقاء والحضور الجماهيري في المقام الأول، ثم شخصية نادي الوحدة اللي ظهرت في الأمطار الأخيرة ليبقى الحال على ما عليه. فوز كالعادة بالنسبة لنادي الوحدة في كل مبارياته، وخسارة في اللقاء السابق أمام فريق نادي